أمور تقربنا إلى بعضنا البعض. ما يقربنا فعلا ليست هي بواطن الكتب أو العقائد أو الدماء المختلفين نحن فيها ولا اللهجات، ما يقربنا هو قبول الآخر، أمر فردي بحت، لا علاقة له بمؤسسات دينية ولا بمؤسسات دولة ولا بأي شيء. فأتمنى منكم أن تعملوا على ذلك من أجل أوطانكم التي تستحق، وانتظروا منا فيديو آخر لكل الشباب العرب متابعين صفحة اليوفنتوس. ألف تحية.